تسابق الجهات الحكومية المعنية الزمن في سبيل إنجاز المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات البلاد وتنفيذ وإيصال التيار الكهربائي للضواحي السكنية والمباني الحكومية. في هذا الشأن أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية نجاح خطتها في إيصال التيار الكهربائي لضواحي مدينة المطلع كافة، وذلك قبل 4 أشهر من الموعد المقرر. في الوقت الذي تسابق فيه الجهات الحكومية المعنية الزمن في سبيل إنجاز المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات البلاد بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين، نجحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إيصال التيار الكهربائي لكافة ضواحي مدينة المطلع السكنية والمباني الحكومية والمراكز الخدمية. وضعنا خطة مدروسة إن في نهاية 8 أن نكون قد أنهينا جميع الأعمال المرتبطة بإيصال التيار لقسائم المواطنين، وهذا ما تم. وبتعاون المواطنين أولا مع الجهاز التنفيذي بالمؤسسة المشرف، وبتعاون الأخوان بوزارة الكهرباء استطعنا الحمد لله إنهاء الأعمال المتصلة في إيصال التيار لقسائم المواطنين قبل موعدها التعاقدي ب4 أشهر. الآن 13,934 قسيمة الضواحي من 6 إلى 11 بإمكانهم التقدم إذا كان قد أنهى البناء القسيمة لإيصال التيار. إيصال التيار الكهربائي لضواحي مدينة المطلع شمل الوحدات السكنية للمواطنين والمباني الحكومية من مخافر شرطة ومراكز خدمة ومراكز صحية ومبنى للأسعاف وآخر للبلدية والوحدة الاجتماعية والبريد، إضافة إلى المدارس والجمعيات التعاونية. انهينا 113 مبنى خدمي في الضواحي من 6 إلى 11. ال 113 هذه تحتوي على 20 مدرسة في مختلف المراحل، 26 مسجد، مغفرين شرطة، مبرين بلدية، سوقين مركزيين، مستوصفين، إضافة إلى مباني أخرى خدمية. من هذه المباني ال 113 ولله الحمد استطعنا أن نوصل التيار إلى 40 مبنى منها، وجاري العمل حاليا على إيصال التيار لباقي المباني وتسليمها للجهات المستفيدة. وبالأمس الحمد لله أول 3 مدارس في المطلع تم إيصال التيار للمدارس، لمدرسة ابتدائية بنين ومدرسة ابتدائية بنات وروضة أطفال. والحمد لله يعني هذا ما كان يتم لولا يعني تعاون الأخوان، لابد من إشارة إلى هذه النقطة، في وزارة الكهرباء لتوريد المحولات وإيصال التيار المانع. التعاون المثمر بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء ساهم في تسريع وتيرة إيصال التيار الكهربائي لمدينة المطلع تلبية لتوجيهات مجلس الوزراء لإنجاز البنية التحتية مكتملة الخدمات في مدينة المطلع السكنية وتوفير المسكن الملائم للأسرة الكويتية. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.